أهلا بكم إلى أخبار السادسة وفيها تتابعون. وزير الاقتصاد والمالية يؤكد أن النمو الاقتصادي شهد ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة ويتحدث عن آفاق واعدة مع قرب استغلال حقول الغاز. مجلس الأمن الدولي يبدي قلقه بشأن الوضع الأمني في منطقة الساحل، وبوركينا فاسو تطالب بتحالف دولي ضد الإرهاب في المنطقة. الاتحاد الأفريقي يدين الهجوم على قوات دفاع النيجر ويدعو إلى التفعيل الميداني للقوى المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل. أهلا بكم. قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولجاي إن النمو الاقتصادي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وتحدث الوزير عن أفاق واعدة للنمو الاقتصادي في موريتانيا بفعل قرب استغلال حقول الغاز. في مجال الصيد، محاصيل المتأتية من قطاع الصيد انتقلت من 40 مليار سنة 2009 إلى 77 مليار سنة 2018، حكما تضاعفت المحاصيل على هذا المستوى. المحاصيل المتأتية من قطاع المعادن، وبالرغم من أنه كان عندنا 2009 كان عندنا حقل شنقيط، كنا ذيك الساعة بلد مصدر للنفط بندع شنقيط، كانت المحاصيل في تلك في تلك في تلك الفترة 18 مليار فاصل 5. دخلت 2009 2018 وبالرغم من حقل شنقيط انقفل مات له خالق، دخلت 68.7 مليارات. 68.7 مليارات جهدها متأتي من المبالغ اللي تقتطع اياك بيع اذنات التنقيب عن معادن. من جهة أخرى، أكد الوزير أن مداخيل قطاع الصيد سجلت نسبة نمو بلغت 75% مقارنة بعام 2009. أضاف الوزير خلال استعراض عمل قطاعه خلال العشرية الأخيرة أن الموارد المتأتية من الثروات المنجمية سجلت زيادة بلغت 271%، وذلك رغم إغلاق حقل شنقيط النفطي عام 2018. المعدل النمو الاقتصادي سنة 2018 كان 3.6%، بالرغم من القطاع الصناعة الاستخراجية تراجع بناقص 12.5%. معدل النمو الاقتصادي المتوقع، وهون نقيس الآفاق المتوقع 2019 هذه الماشة، أن نحقه معدل يزيد على 6%، وأنه ثلاث سنوات المقبلة أنه يتم على هذا المستوى. 2022 لا هي تدخل استغلال الغاز يدخل على الخط، ولا يعود بكل بساطة معدل نمونا يتجاوز إلى رقمين الأول مرة بوه قد خلقوا حالتين. هذا هي الآفاق المفتوحة للبلد، ويلو ما خلق الاستثمار في هذه القطاعات هم اللي يخلقوا فرص العمل، الصيد، الزراعة، التنمية الحيوانية، الخدمات، الصناعة، هذا هم اللي يخلقوا فرص العمل. عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه من استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في منطقة الساحل، وشدد المجلس على سعيه للمساهمة في منع أي زعزعة جديدة للاستقرار في بوركينا فاسو، وخصوصا في مناطقها الحدودية، كما ورد في البيان الذي أقر بإجماع الدول الخمس عشرة الأعضاء. عبد الله النهي.
الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي كان مثار نقاش في مجلس الأمن الدولي الذي أبدى قلقه من استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في المنطقة من دون أن يرد على دعوة وجهتها بوركينا فاسو إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة. وأكد المجلس في بيان أقره بالإجماع عن سعيه لمنع أي زعزعة جديدة للاستقرار في بوركينا فاسو وخصوصا في مناطقها الحدودية من دون الكشف عن خططه لضبط الأمن في هذه المنطقة، ولا عمد استجابته لطلب حكومة بوركينا فاسو تشكيل قوة دولية لتصدي للجماعات المسلحة المتمركزة في منطقة الساحل. من جانبه ألفا باري وزير الخارجية البوركينابي أكد في كلمة باسم مجموعة الخمس لدول منطقة الساحل أن البلدان الخمسة لن تنجح بمفردها في وضع حد للخطر الذي تشكله الجماعات المسلحة في المنطقة، وهو ما يتطلب وجود مظلة أممية. وفي ذات السياق أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا أن قوة مجموعة الساحل المشتركة لا يمكنها تحمل عبء المعركة ضد الإرهاب وتأمين استقرار المنطقة لوحدها، مطالبة مجلس الأمن بتوسيع الدعم اللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى هذه القوة التي أطلقت رسميا قبل عامين وما زالت تشكو نقصا في العتاد والمعدات اللوجستية. وفي نفس السياق دانت مفوضية الاتحاد الإفريقي الهجوم على قوات دفاع النيجر المسجلة ما وصفته بزيادة مقلقة في الهجمات في المنطقة ما يتطلب تكثيف الجهود في مجال التعاون الأمني على حد تعبير البيان الصادر عن المفوضية. وكانت النيجر قد شهدت هجوما الثلاثاء بمنطقة تيلابير نفذوه مسلحون ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو إسماعيل أولي الشيخ السيدية الخبير في الشؤون الإفريقية، أهلا بكم. أهلا وسهلا. ما سر هذه المعركة التي تدور رحاها كل مرة في مجلس الأمن حول تشريح تمويل القوة المشتركة؟ بطبيعة الحال هو اختلاف قوي جدا بين الأعضاء. روسيا تريد أن تمول قوة الساحل لكن في إطار الأمم المتحدة، في إطار موازنة الأمم المتحدة، والولايات المتحدة تريد أن تركز على التعاون الثنائي الذي تصرف فيه في مجال التسليح 111 مليون دولار، يعني متفرقة بين البلدان. فرنسا يعني ما لم تقل فرنسا هو أن يعني مناجم اليورانيوم نفدت في النيجر وتريد أن تنتقل إلى جنوب مالي وربما شمال موريتانيا، وفي نفس الوقت تريد أن تحرك مجلس الأمن حتى يتولى عنها مهمة تمويل قوة الساحل لأنها تملك القوة الأكبر عسكريا في منطقة الساحل اللي هي قوة بروخان 1500 رجل، في حين أن قوة مينوسما اللي هي قوة الأمم المتحدة في مالي هذه القوة 13000 رجل، يعني خفيفة التسليح وليست قوة ردع بالمفهوم التقليدي، إضافة إلى أن فرنسا هي التي أفسدت ليبيا وليبيا هي التي تزود منطقة الساحل بهؤلاء المحاربين الذين هم يعني ينقسمون إلى عدة أقسام. والحدث الذي تكلمتم عنه هو جرى تحت قيادة أبو الوليد الصحراوي الذي أعلن انضمامه لداعش، وأبو الوليد الصحراوي يعني اقتحم سجنا في منطقة تنغو، والعملية المطاردة هي التي قتل فيها طارده الجيش النيجيري يوم الثلاثاء فانقضه عليه نصب له كمين وقتل منه 28 رجل جندي، وهذه حصيلة ثقيلة جدا مقارنة مع العمليات السابقة، لأن النيجر هي مهمة جدا في بالنسبة لدول الساحل لأنها تربط هذه الدول وتحد، يعني تقريبا هي واسطة العقد في دول الساحل لأنها تحد بوركينا فاسو ومالي وتشاد وتربطها علاقات قوية مع موريتانيا، حتى أن الرئيس السابق تانجا الذي كان رئيس النيجر ومن أصول موريتانيا. إذا منطقة الساحل منطقة فرنسية بامتياز، وفرنسا لم تقل ما لديها حتى الآن، وقوة الساحل تنتظر الدعم، لأن ما تقوم به الآن قوة الساحل هو تدبير مؤقت. إذا بوركينا فاسو دعت إلى تحالف دولي، هل يعني هذا فشل كل الإجراءات التي قيم بها حتى اللحظة؟ وماذا يعني بالنسبة لتفاقم الوضع في المنطقة، الوضع الأمني مثلا؟ يعني الكثير، لأن بوركينا فاسو ألفا باري لم يتكلم باسم بوركينا فاسو اليوم في مجلس الأمن أمس،
وتكلم باسم دول الساحل. دول الساحل يعني كانت مجتمعة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وزراء الدفاع ووزراء الخارجية قبل 3 أيام، وألفا باري كلفه وزرائه في دول الساحل بالحديث أمام مجلس الأمن، خاصة أن لديه الرئاسة الدورية لدى بلادي، وأهم من ذلك أنه أن دولة بوركينا فاسو جريحة الآن، لأنها يعني ضحية لعمليات متلاحقة وغريبة لاعتداء على كنيسة وقتل الرهبان، ثم بعد ذلك عملية الكوماندو التي قامت بها القوات المسلحة الفرنسية وفكت رهائن فرنسية، رهينتين فرنسيتين وأمريكي وكوريا جنوبية من مدينة في الشريط الحدودي بين بوركينا فاسو ومالي، في حين أن الرهينتين الفرنسيتين تم اختطافهما من بنه. إذن هنالك في الحدود الجنوبية لبنه حيث غانا ولحدود الجنوبية لبوركينا فاسو، بوركينا فاسو ليست لديها واجهة بحرية تماما مثل مالي والنيجر، ولكن الواجهة الأطلسية لبوركينا فاسو هي بنه وتوغو وغانا، هذه وإلى حد ما كوت ديفوار ينعكس عليه. هذه الواجهة بدأت عمليات تتسلل، عمليات اختطاف الرهائن تدخل هذه الواجهة البحرية لبوركينا فاسو، وبالتالي تحولت بوركينا فاسو من الخاسرة القوية للساحل إلى الخاسرة الرخوة، لأنه بدأت القوات الفرنسية والجماعات الجهادية تصفي حساباتها داخل بوركينا فاسو. إذا دعوة البغدادي أنصاره في المنطقة لاستهداف أهداف غربية، هل هي ما حرك المياه الراكدة حول الجهد الدبلوماسي الجديد مثلا؟ البيان الذي أصدره داعش في صحيفة النبأ الأسبوعية، يعني الناطقة باسمها والمقربة منه، هذا البيان يعني هو بيان للتأثير على قرارات مجلس الأمن لا أكثر ولا أقل، لأن داعش تحولت من قوة ميدانية إلى قوة إلكترونية. وأبو الوليد الصحراوي يعني بانتمائه لداعش يريد أن إلى حد ما أن يستقل عن إياد أغالي الذي كان رفيقه بالأمس، رغم أنهم ليس لهما نفس المدد الجماهيري ولا نفس المدد العقائدي، إضافة إلى الحؤول بين داعش من أن تعترف بولاية بوكو حرام على منطقة الساحل، فقط يريد أن يحد من نفوذ بوكو حرام حتى تبقى في الحدود الجنوبية للنيجر وليس الحدود الشرقية. إذن معركة داعش الإعلامية مع مجلس الأمن يعني اتضحت في التزامن بين بيان داعش وانعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بالساحل. شكرا إسماعيل وللشيخ سيدياء الخبير في الشؤون الإفريقية، كنت معنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا. أعاد سيدي محمد المحم وزير الثقافة والصناعة التقليدية النطق الرسمي باسم الحكومة الحديث عن اللجنة المنتدبة من طرف الحكومة من أجل إعادة كتابة التاريخ الموريتاني، مبينا أنها ستباشر عملها في أقرب وقت ممكن. الحكومة الموريتانية تناقش لأول مرة أسس المشروع الذي أطلقته لإعادة كتابة تاريخ البلاد بصفته أحد المواضيع بالغة الأهمية. وزير الثقافة الموريتاني أكد أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح المشروع. هم عدة مشاريع رقمنت على المستوى القطاعي وعلى مستوى بعض المؤسسات، وهم الأرشيف الوطني اللي محفوظ ولا تخافوا عليه، حق الوضعية كان فيها في السابق يرثى لها، ويقير بعد من نمشي ذا النظام لذا من نمشي فخامة رئيس السلطة، وعمليات رقمنة الأرشيف والحفاظ عليه كامل تتجاوز، والله لما أنها قطعت مراحل كبيرة في الحفاظ عليها لدركنا، ومن عند مجي النظام إلى ما فهمش قادي لا كامل موثق، ولا فهم أرشيف جدا متطور ومبارك معاه ينزاد في تطويره، خاصة باعتماد معايير الرقمنة الحديثة للأرشيف. كتابة التاريخ من جديد في موريتانيا اعتبرها عشرات المؤرخين والباحثين خطوة لتصحيح وإدراج مراحل مهمة من تاريخ البلاد وعدد من الأبطال والرموز لما يعكسه ذلك من كتابة تاريخ جامع وموحد. كتابة التاريخ ستساعد في امتلاك المواطن الموريتاني لمادة تاريخية منجزة بأقلام وطنية تعرف بمختلف حقب التاريخ الوطني، وتحتاج إلى توفر أسس منهجية علمية دقيقة ستسمح بإضفاء الموضوعية على هذا التاريخ.
إجراءات الحكومة الموريتانية لكتابة تتناول فترات ما قبل التاريخ بشكل مفصل مع الاعتناء بوسائل الإيضاح وارتباط تلك الفترة بمحيطها الجغرافي وبظروف المناخية مع التطرق إلى عناصر علوم الأرض وعلوم الأحياء المرتبطة بتشكل الحضارة الإنسانية في هذه الربوع كما يقول البعض. نشرتنا مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تشهد حركة الإقبال على أسواق الخضار بالعاصمة نواكشوط حالة من التراجع بعد حوالي أسبوعين شهدت خلالها إقبالا مرتفعا، ويتحدث التجار والزبناء عن ارتفاع في أسعار الخضروات خصوصا المستورد منها. تقرير العالية مسعود. هذه سوق الخضار بالعاصمة نواكشوط بعد حوالي أسبوعين من بدء شهر رمضان الكريم، أسبوعان شهدا ارتفاعاً في الإقبال وحركة البيع والشراء، لكن التجار يتحدثون عن انخفاض بدأ يطبع حركية السوق. أكثر فترة الإقبال بداية رمضان، ياسر الأسبوع الأول والنص من الأسبوع الثاني فترة الإقبال ياسر تبارك الله، ودارك لا عادي لا معقول. كانت الفترة الأولى جينا الناس مع أصباحي بكثرة السوايع الأولاد كيف الثامنة والتاسعة، والفترة الثانية عاد تجي لا عاد تجي لا العاشر ولا 11 إلين العصر تقريبا. الأسعار هي الكلمة الأكثر تداولا في هذه السوق، ففي وقت يقول الزبناء إن التجار يستغلون فرصة لإقبال خلال شهر رمضان لرفع الأسعار، يرى التجار أن ذلك عائد لعوامل أخرى. من خضراسة وعرية وارك من قطن سابق رمضان أولاد أول رمضان ما شاء الله وين قار ورق وار عدلوا بين حملة مورد حملة المغربية الوار مورتار كيلو 250 ماشين 250 مورتار ما عنده خضر مورتار عنده لا خضرة لبصل يكو لبصل لبصل موريتان يكو ونبيعه 160 و150 سمعت ينباع هناك 150 ونبيعونه 200 خضرة المغرب ونشروها 240 و220 وطماطا قال يوم واعرة نهارات أولاد حملة رمضان الأولين هوينا قرى أغبياك واعرة ورق. الإقبال على أسواق الخضار خلال الشهر الكريم يعيده البعض إلى تعدد الوجبات على المائدة الرمضانية والتي تأخذ مكوناتها من هذه الأسواق رغم الحديث المتزايد عن ارتفاع الأسعار. علي مسعود، ساحل تي في. دأبت السلطات الموريتانية خلال السنوات الماضية على إطلاق عملية رمضان لتوفير المواد الغذائية خلال رمضان بأسعار مدعومة، لكن مواطنين يشكون من حين لآخر من عمليات يقولون إنها تمنع استفادتهم من التخفيضات الرمضانية. محمد عمر بلو. أسبوع مضى من عمر عملية رمضان التي هدفها تقريب خدمة المواد الغذائية من المواطنين وبأسعار منخفضة. نكتفي بصور عامة من المعرض دون أن يسمح لنا بمعرفة ما بداخله، فالأبواب موصدة دوننا وعليها رجال شداد لا يعصون إدارة العملية الرمضانية أمرا.
وعدنا بيدين خاويتين، لم يكن المواطن أحسن منا حالا، فهو يبيت ليله في انتظار فاتورة حفت بالمكاره، وكثيرا ما يحصل عليها البعض بطرق ملتوية حسب المواطنين. نحن من يوم الاثنين شهون إلى يومنا ما قطش برنا باطبوهم باتوان ونغلوهم، سمعت ولا قطينا منه منفعة ولا قطينا منه شهون، لكنهم كمان جيرين عودوا الدحميس الخامسة يوم مرق في الحميري عرعرود وتاس، هذا ورشفنا رأينا فتنا متحسنة، سمعت ولا يدخل مولي ما هو بركتش والبوهات ينباعوا بألفين وقية. أنا طيت ألفين وقية وانطيتهم وأخذت البيع ما يوافي، وأخولي شي منها وقبل بصالة بموتاري لحد الآن ما زالوا عاتني العلي ما بني طهولي. مسودت وجوه المواطنين من أجله، يباع في سوق سوداء لا تبتعد إلا خطوات قليلة عن المعرض الرمضاني. يقر هؤلاء بعيدا عن الكاميرا أنهم يحصلون على عدة فاتورات يوميا بالتعاون مع الجهة المسؤولة في عملية رمضان التي كانت للمواطن فأصبحت عليه. هالعملية ما استفدنا منها قاع، ما نضروا قاع ليش صايرتنا قاع قلبنا نشبروه من اليوم الساعة الرابعة هم إذا سمينا به لا ورك ما شفنا يسوى وشنه، شفنا إلا الناس ترفع شفنا ماشي لا شفنا قاع يسوى وشنه، جواق في الناس صايمة ورمضان. انتهى الوقت أو نفدت المواد الرمضانية، عبارات تتكرر على مسامع المواطنين الذين ينتظمون في طوابير الحصول على المواد التي تسمن الفقير من جوع إن هي قدمت له على النحو الذي أعدت له، حتى تستفيد منها 3400 أسرة كما أريد لها. محمد عمر بلول، الساهل تي في نواكشوط. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى ضرورة التسريع بتنفيذ بنود اتفاق الجزائر بين الأطراف المالية والجلوس على طاولة الحوار من جديد. وأشاد لودريان في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية عقب لقاء الوزير الفرنسي مع نظيره المالي بالاتفاق الموقع مؤخرا بين الحكومة المالية والمعارضة الذي يعكس رغبة الأطراف المالية في العمل سويا من أجل استقرار البلد. وشدد بيان الخارجية الفرنسية على التزام باريس تجاه أمن الساحل ووقوفها مع مساعي الاستقرار في مالي ودول المنطقة، خاصة في إطار مجموعة دول الساحل الخمس المشتركة. ويذكر أن اتفاق السلم والمصالحة الموثق عن مسار الجزائر قد تم توقيعه في مايو 2015 بين الحكومة المالية والحركات المسلحة في شمال مالي. أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان استئناف مفاوضاته مع قادة الحركة الاحتجاجية الأحد بالقصر الجمهوري في الخرطوم، وتم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات وتشكيل 3 مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة، لكن الجيش علق الأربعاء المباحثات لمدة 72 ساعة معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة، حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة ودعا إلى إزالتها. وأثار قرار المجلس العسكري تعليق المفاوضات صدمة وأسفا لدى قادة حركة الاحتجاج الذين تعهدوا بمواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة. ختام السادسة تذكير بالعناوين. وزير الاقتصاد والمالية يؤكد أن النمو الاقتصادي شهد ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ويتحدث عن آفاق واعدة مع قرب استغلال حقول الغاز. مجلس الأمن الدولي يبدي قلقه بشأن الوضع الأمني في منطقة الساحل، وبوركينا فاسو تطالب بتحالف دولي ضد الإرهاب في المنطقة. الاتحاد الأفريقي يدين الهجوم على قوات دفاع النيجر ويدعو إلى التفعيل الميداني للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس. انتهت النشرة، نلتقي في أخبار الساحل منتصف التاسعة والنصف. إلى اللقاء.